بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، هانية صحتكم لاباس، أموركم على خير وبخير. وكنتمنى خوتي هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف إن شاء الله، ورمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة وبجميع التمنيات إن شاء الله بإذن الله خوتي. واللي شاف الفيديو ديالي ما ينساش من لايك والبارتاج والضغط على الجرس باش يوصلوا الجديد إن شاء الله بإذن الله، فضلا منكم أخوتي وليس أمرا. هذا خوتي راه النهار الاول ديال سيدنا رمضان، وبحكم كان عندي الفيديو ديال سلو صراحه وبغيت نشارك معكم سلو ديالي. لحقت لكم الفيديو ديال سلو البارح بالحد، وهذا النهار السبت ان شاء الله باذن الله. هذا النهار عفوا الاثنين صباح الثالثه خوتي، راكم عارفين الصيام. عاد نلح لكم ان شاء الله باذن الله الفيديو ديال اول نهار في رمضان، هو النهار ديال الحد ان شاء الله باذن الله. صباحنا مضاربين اخوتي في الكوزينه، يعني راكم كما كتشوفوا حنا وجويريه هنايا. جويري كتصاوب الكريب وانا نصاوب سميتو لاصوص ديال البيتزا باش تعمرنا اسماء ان شاء الله. الاسماء هي اللي اختصاصيه في تعمر البيتزا، حيت صراحه كاينه واجده. ودرت الحريره ما شاركتهاش معكم اخوتي، والله الا مهمه قبلوا على هذا النهار هذا كيما جا وصافي. هذا الشيء اللي كاين اول نهار راكم عارفين في رمضان كنكونوا مفتونين في الكوزينه. كنكونوا باقيين مفافين ومازال ما تعودناش على داك الشيء ديال العشيه الصراحه، وكيكون كلشي بالزربه وكتبقى العشيه دايزه كتسبك. والله الا خوتي كاملين تبارك الله في الكوزينه بينا. جويري كتصاوب الكريب، اسماء كتعمر البيتزا، انا كنصاوب الحشوه هكا باش تعمر. هي راه جبدتها من الكونجيلاتور خلاص، راه عندي كملت شاركت معكم الفيديوهات اللي من قبل. هذا الشيء اللي كاين اخوتي. وسميتو لاصوص الصراحه كنشاركها خطيره. هاد لاصوص هادي راني شاركتها معكم شحال هادي العام اللي فات في رمضان، ودابا ان شاء الله باذن الله غنشاركها معكم. كما قلت لكم راه عندي تما كاينه واحد 4 ديال المطيشات كبارين، وعندي هنايا القزبر ومعدنوس. درت لهم واحد سنين في ديال جوج سنين فات عفوا ديال الثومه، ودرت لهم واحد طريف ديال البصله، وكنحطهم يتسلقوا مع بعضياتهم. هاد لاصوص كتجي خطيره اخوتي، هاد لاصوص تركيه كتجي فنه واعره الصراحه. الله في البيتزا كتجي كتحمق، واحد الريحه طالعه منها عجيبه. جوج سنين فين ديال الثومه، درت طريف ديال البصله والقزبر ومعدنوس، وواحد 4 ديال المطيشات ولا 5 وقيله. كندير شويه ديال سميتو، المهم كديروا القدر اللي بغيتو نتوما. انا الصراحه راني ما صاوبتش كميه بزاف، دابا نولي نصاوب ان شاء الله باذن الله الكميه بزايد، ونحتفظ بها في الكونجيلاتور ان شاء الله باذن الله. هي ما كنساليوش وكيدركنا الوقت. هادشي اللي كاين اخوتي، اسماء راه كتسناني نصاوب لاصوص الصراحه. راه جبدت البيتزا وحطتها على الطبله وكتسناني انا. جويريه سبقت عليا من البوطه الاخرى خلاص، قالت لي سيري هبطي ديري في الارض باش ما تطلقيليش في الكخيب ريحه البصله. هذا الفرن اللي كنت قلت لكم اخوتي راني شريته على بحكم البوطه، راه ضاعت ليا، ضاع ليا راس واحد وبقاو لي فيها جوج دريوس. ما يكفيونيش برمضان، راكم عارفين في رمضان صراحه بحكم سيدنا رمضان. الله يصبرنا فيه ان شاء الله باذن الله، ويعيننا على الصيام والقيام ان شاء الله. ضروري خصني هذا، حيت كندير صراحه الحريره راني درتها وحيدتها ما شاركتهاش معكم الشرفه، دابا نشاركها معكم ان شاء الله بالتفاصيل. هذا لاصوص اخوتي من بعد ما طاب راني طحنته مزيان وصفيته بديك الصفايح، حيت له ديك الزريعه وحيدت له ديك هذا القشور اللي كيكونوا فيه ديال المطيشه، الزريعه ديال المطيشه وديك القشور ديالها ضروري نصفيوه اخوتي. دابا كنتبلو، درت له واحد جوج معالق كبارين ديال المطيشه، اولا لكم الاختيار شحال ما بغيتوا ديروا صراحه. درت جوج ولا ثلاثه، المهم كنت كنهضر معكم ما نتابعتش. سميتو درت لها البزار، وكندير لها مليحه من طبيعه الحال، عاد نجيب لها مليحه وكندير لها زبيده بلديه خلاص حلوه، وكنخليها تشحر هي واحد شويه هكا، كنديها ونجيبها فوق الفرن وصافي، وكنطفي عليها البصله الصراحه. راه شحرت هكا واحد جوج بصلات، ثلاثه البصلات عفوا كبارين، درت لهم شويه البزار شويه الملح زبيده بلديه، وقرلت معاهم واحد الفليفله، وراه هكا صوطيتهم تما كاين. راه شاركت معكم كلشي على الفرن هكايا، حتى هما شحرتهم هكا حتى كيطيبوا لنا وصافي. دابا نشحر ان شاء الله باذن الله هي لاصوص وصافي. هادشي اللي كاين، حيت الدراري صراحه ما بغاوليش الفلفله بزاف، عيل عبد الرحمن بغاها قال لك بغيتها واخا دير ليه المذاق. المهم ما بغيتش نشحرها بوحده ونعمر كل وحده، قلت نقص عليا الصراحه ومشى الحال، ورحنا مزروبين هنايا باش نفجدوا ان شاء الله الفطور في الوقت. هادشي اللي كاين، انا كتعجبني الصراحه قبل ما تبدا المغرب تكون الطبيله هكا واجده. وزدتها في التالي ديال دابا ملي كنشحرها، زدت لديك لاصوص ديال المطيشه واحد شويه ديال حكيتو ما بين يديا ديال الزعتر، درت لها شويه في الاول طاب معاها، ودابا زدتها واحد شويه كيطلق صراحه واحد المذاق واحد لوكو خطير. وزدت هذيك الزويته ديال الطون، كنصفاتها اسماء صراحه وعطاها مذاق ولا اروع. الطون اللي نعمرو به البيتزا ديك الزويته ديالو زدتها هنايا على هاد لاصوص تشحر معاه، كيطلق مذاق زوين. هذيك اختياري الصراحه، بغيتو ضيفوه ضيفوه، ولا ما بغيتوش ضيفوه بلاش، كيجيها هكا كتجي المذاق ديالها ولا اروع. المهم غنشحر هذا به واحد شويه كما قلت لكم، طيب هي ديك سميتها المطيشة الحك.
او قطشه مصفره، ديك المعلقات اللي جدناها كيعطيها اللون الصراحه، ما كيبقاش داك اللون ديال القزبر ومعدنوس. واخا تكثر اخوتي في المعدنوس راه كيعطيها مذاق خطير، المعدنوس اكثر من القزبر. انا نعمر دابا زليفه، نعطيها الاسماء تمشي تصاوب بها تعمر بها البيتزا، وهذاك الشيء اللي بقى صافي غنحتفظ به ان شاء الله باذن الله. هي اسماء البيتزا اللي كنشتفت صراحه، راني كنجبد هي القياس ديال وليداتي، وبحكم ولدتي حتى هو يفطر معنا حتى هو كنجبد له عني ديالو. هادشي اللي كاين اخوتي، هذه ما كتقلش تضيع فقط، المهم كتكون اقتصاديه الصراحه، وكتجيكم سهله سهله سهله. شنو دابا فقط انا وجدت داك لاصوص، وكان الصراحه عندي غتكون اسهل. انا كنت قلت لكم دابا نشاركوا معكم، صدق بحكم ما بقاليش الوقت صراحه ما شاركتوش. المهم عاد صوبتو دابا دغيا دغيا، ماشي مشكل. مال البنات الحمد لله راه متعاونين في الكوزينه، قلت لكم جويري راه الصراحه تشهد الكريب وراه كتصوبوا، باش دابا نشاركوا معكم مره اخرى ان شاء الله بالتفاصيل. والله خوتي هي قبلوا على هذا الفيديو صراحه، مزروب وتدركنا وصافي، ما كنتش غنصور ولا مني قلت غنصور البنات ان شاء الله نشارك معكم، نشارك معهم النهار الاول ديال رمضان ديالي ان شاء الله، واخا هي شي حاجه بسيطه، المهم لقطات من الحاجه وصافي. دابا نشارك معكم ان شاء الله باذن الله عده حوايج هكا ديال رمضان ان شاء الله باذن الله، خبيزات معمرين بطيبيطات، المهم اللي درناه ان شاء الله شاركوا معكم. وهي عمرتهم هنايا بالطون والكاشير، ودارت لهم ديك لاصوص وديك البصيله اللي شحرت مع ديك الفليفله وصافي. الفرماج خلاص حكت هنايا، الفرماج راه كلشي كتشوفوا الكاشير كلشي حكت هنايا فوق الطبله صراحه، حيت الفرماج مازال ما حكيتوش ودارته في بواطه. يلا حكت هكا طريف من هنا، وطريف ديال الموتزاريلا، وطريف الاحمر والكاشير وصافي. غنوريكم المهم هكا واحد شويه ديال سميتو. انا هنايا كنت ندوس عطيت الاسماء طحن سميتو، عفوا تلفت اسماء راه كتعمر البيتزا، وانا طحنت هنايا شويه ديال العصير، هنايا الليمون مع التشين الحامض والتشين. انا جويري كتصاوب الكريب صراحه، طالع على غزال ما شاء الله، طالع صراحه روعه وجا خطير في المذاق اخوتي، ما شهيتكم معاه. دابا مره ان شاء الله باذن الله تكون عاد صوبو اخوتي، راني ما كنعرفلوش انا، راه هي اللي كتصاوبو باش ما نكذبش عليكم. راني ما كنصاوبش، هي اللي ما كتبغي الكريب هي اللي كتصاوبو جويريه وصافي. هادشي اللي كاين دابا نشارك معكم ان شاء الله باذن الله، ديروا لنا مره اخرى تشارك معكم المقادير، نشاركها معكم بالتفصيل. اللي كيجي صراحه بنين وما كيجي فيه لا ريحه البيض لا والو، جاها غزال ما شاء الله وصافي. التعمر اخوتي كيبقى اختياري، هي عمرته بالفريز والبنان والشوكولا من الداخل، وانتم لكم العماره لكم الاختيار صراحه. الله كي بغيتو تعمروا كل واحد وباش كيبغي يعمروا، كاين اللي كيعمروا بكريم باتيسير، كاين اللي كيعمروا هي بالشكلاط، كاين هي اللي دارت هنا الكميه اللي دارت راه مازال لها واحد شويه، وجهها الصراحه روعه ورطيطه تبارك الله، وجا فيه واحد المذاق ديال الفاني ما نعاود لكمش عليه. انا هو هذا العصير اللي كنت قلت لكم، راني طحنت التشين والليمون، زدت دابا عليه شويه ديال الفريز هكا، وليت درت له سنيده وليت طحنته، المهم دابا راه واجد. هادشي اللي كان اخوتي، دابا راه حنا بدينا في التجهيزات. انا غنقي هنايا البيضات صراحه الله، ما مشيت صليت هكايا وحيت داك الجلابه اللي كانت عندي، وليت لبست البيجامه، المهم كاسين هنايا كنبدلو. وهادشي اللي كاين اخوتي، دابا راني حطيت حيت صراحه الحكم الحريره بردت، وجدتها عفوا بكري وجدتها، حيدتها الصراحه عليا راه ما شاركتهاش معكم. دابا نشارك معكم الحريره، خصني نشاركها معكم بالتفصيل ان شاء الله. الحريره ديالي حتى هي اللي كتجي غزاله وكتجي روعه ما شاء الله. المهم دابا راني درت هنايا سميتو شويه في الكوكوط حيت لقيتها بردات، درت شويه في الكوكوط وغنسخنها باش نحطو ان شاء الله في الزلايف. دابا راه المغرب قربات مبقى لها والو، ونقي البيضات هكا اللي سلقتي واحد الربعه ديال البيضات وقيله ولا خمسه اللي حطات اسماء تسلقوا صراحه، ماشي بزاف باش ياكلوهم يعني ما يخليوهمش تما كاينه كيضيعوا، حيت صراحه انا وليداتي ملي كيشوفوا البيتزا والعصير وداك الشيء راه راكم عارفين صافي كياكلوا داك الشيء وكيسمحوا في الشيء الاخر، ما بغينا حتى شي حاجه تجلس تضيع. كندير القياس د وليداتي اخوتي فقط، هذا الشيء اللي كندير. وما يكون عندنا الضياف ولا يكون عندنا الزايد بطبيعه الحال حنا كنديروا بزايد باش ما تبقاش حتى شي حاجه الصراحه تضيع. انا راني ملي كنمشي نجبد البيتزا ولا كنجبد البطيبيطات اولا شي حاجه نبغي ندير لهم، كندير لهم جوج القياس الواحد اللي عياكلو هما اللي عياكلو في الفطور صافي. هادشي اللي كاين، مثلا الا كانت الحاجه كبيره كندير لهم حيده وحيده، ولا كانوا صغارين هكايا ميني بيتزا كندير لهم جويجات جويجات الواحد صافي. هادشي اللي كياكلو انا وليداتي. ومي كيكونوا الضياف خلاص راه حنا عاوتاني كنديروا داك الشيء بزايد الضياف، يعني اكرام الضيف راه واجب علينا على المغاربه كاملين على المسلمين كاملين. هما هادو البيتزات اخوتي اللي دخلتهم هي الفران صراحه، راني قلت لكم كنت مطيبهم صراحه نص طيبه، وجاو خطيرين يعني كيجيو مرهدين اخوتي. هاد العجينه ديال البيتزا كتجي ولا اروع وكتبقى رائعه صافي. هادشي اللي كاين جويري، راه حطيت شويه ديال الماء في داك البريق، عتحط فيه هكا واحد الميكه ديال الشكلاط كانت دارتو في ميكا، وجمد لها باش تزوق به الكريب ديالها، يعني راه عمرات وجد لها حتى هي الصراحه وجهها ما شاء الله. وانا غنبدا نغرفلهم هنايا الحريره في الزلايف حيت صراحه راه قربت تبدل المغرب وصافي. المهم اللي درتو ان شاء الله غنشاركو معكم، كما قلت لكم اخوتي هذا راه النهار ديال الحد،
وعلح لكم الفيديو حتى السبت ان شاء الله باذن الله مورا المغرب. هادشي اللي كاين اخوتي باش ني صراحه الله قلت لكم كان عندي الفيديو ديال سلو وبغيت نشارك معكم سلو ديالي. هادشي علاش باش لحقت لكم سلو البارح ما لقيتش كندير صراحه الله. وكانت هي المشاهده طالعه وعاليه وكرا شاركنا معكم واحد في الصباح واحد في العشيه ماشي مشكل. وصافي وجدنا الصراحه الطبيله ديالنا ودابا راني صافي غنمشي الصراحه ديال الليل ندير لكم ني التقديم ديال الطبيله ديالنا اللي شاركنا معكم ديال النهار الاول في رمضان اخوتي. ورحنا عينا والله الا اخوتي والسبيك والجره وكما كتشوفوا رحنا تسالينا. وصافي غندور لكم دابا الكاميرا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطبيله. الكريب ديال الجواريه هو هذا زوقاته بهذا الشكل، كاين اللي درت له شويه الكاوكاو مهرمش والسكر كلاصي، وكاين اللي دارت له الشوكولا من الفوق على هذا الشكل، ومن الداخل عمراته بالفريز والبنان والشوكولا. ما بغيتش نخسر له الصراحه الدويكر ونحلو لكم مره اخرى ونشاركوا معكم ان شاء الله بالتفصيل. وجهه ما شاء الله جهه غزال شوفوا من الداخل. وبيضات مسلوقين البيتزات اللي عمرت اسماء صراحه عمرتهم كانوا واجدين هما هذوك. المخمرات درت صراحه هي واحد الربعه بالزربه بالزربه هما، درت واحد الربعه ديال المخمرات حيت انا وليداتي ما يمكنش يفطروا بلا مخمر، عندي بشكل يومي كنديروا الصراحه ضروري نديروا يوميا. دابا نشاركوا معكم بالتفصيل ان شاء الله اللي كيجي خسال. انا درتهم كبارين يعني باش نربح الوقت، درتهم لهم كبارين وكيجي الصراحه روعه. يسحق ما كيشربش العصير الاخر، درت له العصير ديال البنان والحليب، وحنايا درنا العصير ديال التشين والفريز وسميتو الليمون. وجا الطبيله ديالنا هي هذه تميرات وشويه ديال الشباكيه شويه سله وبيضات مسلوقين. اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. هادشي اللي كاين اخوتي، وكنتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والعائله باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله والحباب. وفي المواقع التواصل الاجتماعي والسي محمد واسحاق ودلوستي راهم جالسين على الطبيله، انصاف حتى هي راه كتسنى وراهم صايمين اخوتي هذا النهار، راه كلشي صام صام السي محمد صامت انصاف صام اسحاق اسماء طبيعي الحال تبارك الله دوك راهم خصهم يصوموا ضروري. هادشي اللي كاين والوليدات الصغار حتى هما تبارك الله صاموا. وكنتمنى اخوتي تعجبكم الطبيله ديالي النهار اليوم، وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، انتظرونا.